السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناه طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. هكلمكم ان شاء الله النهارده عن فوائد سيريلاك الارز للاطفال الرضع، وهيبقى معانا قناه بنت سوريه هتعلمنا ازاي نحضر سيريلاك الارز في البيت، وكمان هتحضر لنا 3 وجبات مختلفين باستخدام سيريلاك الارز للاطفال الرضع. خليكم معانا. في البداية وقبل ما نبدأ، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن فوائد سيريلاك الارز للاطفال الرضع، وقناة بنت سورية هتعرفنا على طريقة تحضير سيريلاك الارز في البيت. الفيديو ده هو الفيديو الثالث من سلسلة تحضير السيريلاك في البيت. كنا عملنا فيديوهين قبل كده عن سيريلاك القمح وسيريلاك الشوفان وطريقة تحضيرهم في البيت وكمان فوائدهم للأطفال الرضع. هسيب لكم الفيديوهين دول في صندوق الوصف بتاع الفيديو، وفيديو النهاردة هو الفيديو الثالث عن فوائد سيريلاك الأرز وكمان طريقة تحضيره في البيت بشكل سهل وكمان رخيص جدا ومضمون، لأننا بنحضره بنفسنا. فوائد سيريلاك الأرز: أول حاجة، وجبة قوامها لين وسهلة في البلع بالنسبة للأطفال الرضع. تاني حاجة، بنقدر نستخدم سيريلاك الأرز كوسط نقدر نضيف عليه أي حاجة عاوزين نديها للطفل. يعني سيريلاك الأرز ده نفسه نقدر نضيف عليه الفواكه، نقدر نضيف عليه الخضار، نقدر نضيف عليه صفار البيض، نقدر نضيف عليه سمك مسلوق، نقدر نضيف عليه دجاج مسلوق، نقدر نضيف عليه أي حاجة ونطحنه كويس أو نهرسه كويس أو نضربه في الخلاط ونديه للطفل. فده بيبقى وسط كويس جدا أحط فيه كل حاجة أنا عاوز أديها للطفل في قوام لين وسهل البلع، وبالشكل ده بتبقى وجبة مغذية جدا للأطفال الرضع، وكمان الطفل الرضيع بيحبها لأن طعمها حلو وسهلة البلع بالنسبة للطفل. الحاجة الثالثة، سيريلاك الأرز فيه سعرات حرارية كويسة جدا ونقدر نوظفها بالشكل اللي احنا محتاجينه. يعني لو الطفل ده كان وزنه قليل وبيعاني من النحافة، نقدر ندي سيريلاك الأرز بكمية كبيرة شوية أو بتكرار كبير شوية، ده هيساعد الطفل على انه يزيد في الوزن بشكل كويس. بس ضروري أأكد، لو هنعمل كده ضروري ان احنا نضيف حاجات مغذية على الوجبة. يعني ما نديش سيريلاك الأرز لوحده، نضيف عليه الدجاج أو نضيف عليه كبدة الدجاج أو صفار البيض أو الخضار أو الفاكهة، علشان الوجبة تبقى بتزود وزن الطفل وفي نفس الوقت بتديله قيمة غذائية علشان تزود صحته. يبقى السعرات الحرارية اللي فيها نقدر نستخدمها لزيادة وزن الأطفال اللي بيعانوا من النحافة، وكمان السعرات الحرارية دي مهمة جدا علشان الطفل ينمو بشكل مثالي، وكمان السعرات الحرارية مهمة جدا علشان الطفل يعرف يتحرك ويقوم بنشاطه بشكل كويس جدا. الفايدة التانية، سيريلاك الأرز غني جدا بفيتامين B1 وB2، ودول جزء مهم جدا من مجموعة فيتامينات به مركب، واللي ليها دور مهم جدا في إنتاج الطاقة داخل الجسم. الحاجة التالتة، الوجبة غنية ببعض المعادن أشهرها الكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز، والتلاتة دول ليهم أدوار مهمة جدا داخل الجسم. كلنا عارفين الدور المهم بتاع الكالسيوم في تقوية العظام والأسنان وتعزيز التطور الحركي للأطفال، وكمان سيريلاك الأرز ممتاز جدا في علاج الإسهال عند الأطفال الرضع. لو الطفل الرضيع عنده نزلة معوية أو بيعاني من الإسهال، بنبقى عايزين نديله وجبة خفيفة وسهلة في الهضم، لأن الجهاز الهضمي بتاع الطفل بيبقى ملتهب وبيبقى تعبان. وجبة سيريلاك الأرز هنا وجبة مثالية بتدي الطفل قيمة غذائية كويسة جدا، وفي نفس الوقت بتبقى سهلة الهضم على الطفل، وفي نفس الوقت بتقلل كتير من السوائل اللي الطفل بيفقدها، وبتخلي البراز بتاعه يبقى متماسك أكتر، وبتقلل من عدد مرات البراز. فلو الطفل بيعاني من الإسهال أو النزلة المعوية، فوجبة سيريلاك الأرز وجبة ممتازة جدا للطفل ده. دي كده أهم فوائد سيريلاك الأرز للأطفال الرضع. يتبقى نقطتين مهمين لازم أتكلم عليهم. أول حاجة، غير مفضل إن احنا ندي سيريلاك الأرز للأطفال اللي بيعانوا من الإمساك. لو طفلك الرضيع بيعاني من الإمساك بشكل كبير، يبقى سيريلاك الأرز بلاش تديهوله، أو لو هتديه تدي كميات صغيرة وبلاش تستخدميه كتير، لأنه ممكن يزود الإمساك عند الطفل الرضيع. في الحالة دي أنصحك إن أنت تستخدمي سيريلاك الشوفان. سيريلاك الشوفان هنا هيبقى مفيد جدا للطفل الرضيع، وهيبقى بيحسن كتير جدا من الإمساك اللي موجود عنده.
الحاجة التانية، لو الطفل وزنه زايد أو بيعاني من السمنة بلاش ندي سيريلاك الأرز بكميات كبيرة لأن السعرات الحرارية اللي فيه عالية شوية. فلو الطفل وزنه زايد ادي كميات صغيرة بدون إسراف. الحاجة التالتة، لما نحضر سيريلاك الأرز نقدر نحتفظ بيه في برطمان زجاجي ويتحط في التلاجة في أخفض حتة من التلاجة علشان يبقى في درجة حرارة كويسة ولكن مش درجة حرارة قليلة قوي علشان ما يمسكش في بعضه ويبقى صعب عليكي بعد كده لما تيجي تحضري وجبة الطفل. وضروري نحتفظ بيه في برطمان زجاجي، بلاش نستخدم البرطمانات البلاستيك للأطفال لأن معظمها بيبقى غير آمن، البرطمانات الزجاجية بتبقى صحية وآمنة تماما. ونقدر نحتفظ بكمية السيريلاك اللي هنحضرها، السيريلاك الجاف قبل ما نحضر وجبة الطفل نقدر نحتفظ بيها لمدة من أسبوع لعشرة أيام، لكن زي ما قلنا هتبقى ببرطمان زجاجي ومحطوطة في التلاجة في أخفض مكان من التلاجة. ولما تيجي تحضري الوجبة للطفل حضري الكمية اللي الطفل هياخدها بالظبط علشان أي حاجة هتفيض عن الطفل هنتخلص منها. غير مفضل ان احنا نحتفظ بوجبة الطفل بعد تحضيرها لساعات طويلة لان الوجبة هنا ممكن تفسد وممكن تعمل مشكلة للطفل. فلازم اي وجبة بتحضريها للطفل الرضيع حضري كمية على قد حاجة الطفل، بلاش تحضري كميات كبيرة علشان اللي هيتبقى منك هنتخلص منه. وسيريلاك الارز مسموح باعطائه للاطفال الرضع من بعد الشهر الرابع لو كان الطفل هيبدأ اكل بعد الشهر الرابع. احنا كلنا عارفين ان العمر الصحيح لادخال الاكل للاطفال الرضع بيبقى من بعد الشهر الرابع لحد الشهر السادس. حضرتك لما طفلك يتم 4 شهور تروحي لدكتور الاطفال بتاعه علشان يفحص الطفل ويشوف هل الطفل استوفى الشروط اللي تخلينا نبدأ اكل معاه ولا نستنى عليه شوية. لو الطفل استوفى الشروط وهنبدأ أكل من بعد الشهر الرابع نقدر نستخدم سيريلاك الأرز بأمان للطفل الرضيع ده، ولو هنبدأ أكل بعد الشهر الخامس أو السادس برضو نقدر نستخدم سيريلاك الأرز بأمان. بكده أكون اتكلمت بشكل كامل عن فوائد سيريلاك الأرز للأطفال الرضع. هسيبكم دلوقتي مع قناة بنت سورية علشان تحضر لنا سيريلاك الأرز بشكل عملي. مرحبا واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نحضر سيريلاك الرز. اول شي معنا كوب حبة قصيرة مصري منقوع لمدة ساعتين، بعدين منصفيه ومنحطه لمدة يوم كامل على الشمس. وهي شكل الرز تاني يوم بعد ما نشف. هلأ بدنا نحمصه لمدة 5 دقايق. وبعد ما حمصته نطحنه بأي مطحنة متوفرة عنا، بيصير كتير ناعم وبنحطه بمضربان زجاجة وممكن انه نحفظه لوقت طويل. وهلأ رح نعمل طرق مختلفة بسيريلاك الرز. اول شي لتحضير الوجبة الاولى نحتاج لنص كوب من المي مع ملعقتين من سيريلاك الرز. وبنطبخهم على نار هادية لحتى يتقل القوام. وهلأ بنحتاج لأي نوع فواكه، أي أنا اخترت البطيخ أو الشمام، عنا بسوريا بنقول له بطيخ أصفر. قطعت الشمام وسيريلاك الرز صار جاهز. هلأ بنضيف عليه حبة او قطعة صغيرة. ونهرسهم بالخلاط لحتى ينعم قوامه. وهيك صارت جاهزة. وهلأ منروح على الطريقة التانية. اول شي بنحتاج لنص كوب من المي ومعلقة زبيب عنب مجفف. وملعقتين من سيريلاك الرز. وبنطبخهم على نار هادية لحتى يتقل القوام. مع التحريك المستمر.
وبس يتقل الخليط بنضيف عليه ملعقتين حليب مخصص لطفلك. أنا متوفر عندي هذا النوع من الحليب حاليا، إذا متوفر عندك بودرة حطي حليب اللي مخصص لطفلك وملعقة واحدة منه، ونرجع نطبخه على النار لمدة دقيقة واحدة. وبعد ما نطبخه على النار نهرسه بالخلاط لحتى ينعم معنا أكتر. وهي الوجبة طعمها حلو، الأطفال رح يحبوها. وهيك صارت جاهزة معنا سيرلاك الرز بالحليب والعنب المجفف. وهلأ منروح على الطريقة الثالثة، نحتاج لنص كوب من الماء وملعقتين من سيرلاك الرز. نطبخها على نار هادية لحتى يتقل قوامها، ومعي حبة موز. أنا كمان عملت مع سيرلاك الشوفان. فينا نحط أي نوع فواكه أو أي نوع خضار أو صفار البيض مع كل أنواع السيرلاك. وهلأ نهرسها بالخلاط وبتتقدم بهاي الطريقة. وهيك بكون الوجبة الثالثة خلصت. إن شاء الله يا رب ينال رضاكم. لا تنسونا مصالح دعائكم. باي باي غوالي. بنشكر جدا قناة بنت سوريا على تعاونها معانا وعلى تحضير وجبة النهاردة. وقناة بنت سوريا قناة مخصصة للطبخ على يوتيوب، عليها محتوى متميز جدا. بدعو حضراتكم جميعا للاشتراك في القناة، هتلاقوا لينك القناة موجود في صندوق الوصف بتاع الفيديو. ان شاء الله لسه مكملين في سلسلة تغذية الاطفال الرضع. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وانتم بخير وسلام وامان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.